لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى كتاب رياض الصالحين في باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها، قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان فضل العزلة عن الناس لمن عبد الله عز وجل واتقاه، وهذا كما ذكرنا في الدرس السابق أن العزلة تكون مستحبة، تكون مشروعة إذا خاف الإنسان على نفسه من الفتنة، والفتنة المراد بها الفتنة في الدين. إذا خاف على نفسه الفتنة في الدين فإنه يستحب له ويشرع له أن يعتزل الناس حماية لدينه. فهنا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ كما مر علينا كثيرا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون مجرد سؤال، فإذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل أو أي العمل أفضل، إنما يريدون بذلك العمل، أما مجرد العلم فإنه لا ينفع، الذي ينفع العلم والعمل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون إلا من أجل أن يعملوا. فهذا الرجل من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ فقال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وهذا لا شك أنه لا يقدر عليه أي واحد من الناس، ولكن يقدر عليه من قوي إيمانه وكمل توكله على الله سبحانه وتعالى وآثر الآخرة على هذه الحياة الدنيا. لأن الإنسان قد يجاهد بنفسه وقد يجاهد بماله، فإذا جمع بين الأمرين الجهاد بالمال والنفس فلا شك أن هذه من أعظم المراتب وأكمل الفضائل التي لا يحققها إلا الكمل من عباد الله سبحانه وتعالى. فقال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا يفيد استحباب العزلة لمن خشي الفتنة، أنه ينعزل في شعب من الشعاب من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعنه، أي عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وشعف الجبال هي أعلى الجبال. وهذا الحديث لا شك أنه يدل على استحباب العزلة عند وجود الفتنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. لماذا؟ قال: شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا عمل به بعض الصحابة رضي الله عنهم عندما حصلت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خرج من الفتنة كلها. واستدلوا بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتنة هي الأمور المشتبهة التي لا يظهر فيها الحق من الباطل ولا الصواب من الخطأ، تشتبه الأمور، فإذا اشتبهت الأمور فإن الإنسان يفر بدينه من الفتن، يبتعد، لأنه قد يكون في أحد الصفين ويكون مع الهالكين. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت، يعني أنت يا رسول الله، رعيت الغنم؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وهذا الحديث ذكره المصنف في هذا الباب، واستغربه الشيخ بن باز رحمه الله، وقال: ذكر هذا الحديث في هذا الباب غير جيد، لأنه لا مناسبة بين هذا الحديث وهذا الباب. ولكن والله أعلم أن حافظ النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث من أجل أن يوطن المرء نفسه على رعاية الغنم، لأنها تكون خير ما للمسلم في آخر الزمان أو عند حصول الفتن. لعل هذا هو مراد الحافظ النووي رحمه الله في إراد هذا الحديث، وإلا فإن المناسبة لا تظهر في ذكر هذا الحديث مع هذا الباب. وهذا الحديث: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل أن يتعود الأنبياء وأن يربيهم الله سبحانه وتعالى على التواضع، يربيهم على اللين، لأنهم سيقابلون أقواما سيواجهونهم في دينهم ودنياهم، لذلك لا بد أن يربوا على التواضع وعلى اللين، لأن الذي يكون مع الغنم لا بد أن يتصف بهذه الصفات. ولذلك يعني المخالطة تؤثر على الأخلاق، حتى مخالطة الحيوانات، ومخالطة الحيوانات تؤثر حتى على أخلاق المرء. ولذلك الفخر والكبر والخيلة مع أهل الخيل والإبل، والتواضع والسكينة والهدوء مع أهل الغنم، بسبب إيش؟ بسبب المخالطة. فالمخالطة تؤثر إذا كانت مع الحيوانات، فكيف إذا كانت مع البشر؟ فمن باب أولى. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أيضاً فضل التخفي والعزلة. تخفي، هذا هو المناسبة، العزلة من التخفي. فهنا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس هذا الرجل ممسك بعنان فرسه لا يعرفه الناس، ولكن عندما يسمع هيعة أو فزعة، يعني صوت الحرب، فإنه يطير على متن هذا الفرس ويجاهد في سبيل الله. لماذا؟ يبتغي الموت والقتل في سبيل الله عز وجل، وإن كان لا يعرف. ثم ذكر المصنف بعد هذا الباب، باب استحباب العزلة، ذكر بعده باب فضل الاختلاط، من أجل أن يبين أن العزلة لا تستحب مطلقا والاختلاط لا يستحب مطلقا، وإنما هذا يدور على حسب المصلحة. فقال رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. إذن فضل الاختلاط لمن اتصف بهذه الأمور، فإن الاختلاط في حقه أفضل من العزلة. وهذا يجمعه كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالخلطة في الأصل هي الأفضل، ولكن لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل والصبر على الأذى. أما من لم يستطع فإن الاعتزال قد يكون في حقه أحسن وأفضل حفاظاً على دينه. ثم قال النووي رحمه الله، وهذا من الأبواب القليلة التي يذكر فيها المصنف كلامه هو، وإلا فإن الغالب في كتاب رياض الصالحين أن النووي رحمه الله لا يذكر إلا الآيات ولا حديث، لكن هنا علق بنفسه رحمه الله فقال: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار، هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء
رضي الله عنهم أجمعين، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. هذا ما ذكره الحافظ النووي في هذا الباب، أن هذا الاختيار الذي ذكره في أن الاختلاط أفضل لمن قدر عليه هو ما كان عليه النبي والصحابة والتابعون وأئمة المسلمين وأكثر الفقهاء، لأن فيه الخير العظيم، لأن الذي يستطيع الصلاح والإصلاح ولا يخالط الناس، من الذي يعلم الناس؟ من الذي يأمره بالمعروف؟ من الذي ينهاهم عن المنكر؟ من الذي يبين لهم الأحكام الشرعية؟ لضاع الناس، لو كل الناس اعتزلوا لفسد الناس أكثر من فسادهم الذي هو عليه. فلذلك الخلطة لمن قدر عليها أفضل من العزلة. وهنا ينبغي المسلم أن يتنبه، خاصة في هذه الأزمان التي نحن فيها، أن الخلطة وإن كانت يعني مراد فيها في الأدلة الشرعية أنها خلطة البشر الحقيقية، فأيضاً في زماننا الخلطة الإلكترونية، فإن الخلطة الإلكترونية اليوم يعني تأخذ حكم الخلطة الجسدية والحسية. فالمسلم ينظر في نفسه في هذه الخلطة، هل الأفضل له الاختلاط أم الأفضل له العزلة؟ فمن كان يخالط في هذه الإلكترونيات وهذه الوسائل مخالطة لا تضر دينه، ويكون فيها آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر مرشداً للخير، فإنه يستمر على ما هو عليه، فإنه على ثغر من ثقور الإسلام. أما إن كانت خلطته في هذه الوسائل تنقص دينه، تنقص أجره، شاهد المحرمات ويستمع للمحرمات ويقسو قلبه، فإن في حقه العزلة أفضل عن هذه الوسائل. وهذا هو الغالب اليوم إلا ما رحم الله، أن هذه الوسائل أنها يعني أكثر من يستعملها على هذا النحو إلا ما رحم الله. ولذلك قست قلوب كثير من الناس اليوم بسبب هذه الوسائل. يعني بعض الناس يظن أن هذا الكلام يعني بعيد، لا، هذا كلام صحيح. وأنا أذكر كلام شيخنا صالح الفوزان حفظه الله ومتع به، أول ما جاءت هذه الوسائل الحديثة تكلم عن هذا الأمر واستغربه كثير من الناس، يعني ذكر أن هذه الوسائل ستقسي القلوب وستبدد الأذهان إلى غير ذلك من المضار التي لا ينتبه لها الناس. يعني بعض الناس يظن أنها بس مسألة مضيعة وقت، لا لا، تؤثر حتى على القلوب، تؤثر حتى على الأذهان. لذلك المسلم عليه أن يعتني بأمر قلبه مع هذه الوسائل، هل هي خلطة مباركة نافعة أم هي خلطة فيها شر وفيها أذى للقلوب وتضييع للأوقات؟ فأنت حكم على نفسك، ولكنك أيضا ستقف أمام الحكم العدل سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلينظر المرء في نفسه وموقعه في هذه الوسائل، من يتابع، إلى من يسمع، إلى من ينشر، ليعرف نفسه في هذه الوسائل، هل خلطته مباركة أم أن عزلته أفضل وأنفع. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.